خير عليكم بنات، السلام عليكم. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. عواشركم مبروكة البنات، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. وجدتوا شي حلوة؟ وجدتوا شو الباقي البنات؟ المهم باش ما كان قولوا لي في التعليق. المهم بديت لكم الفيديو بحكيمه كيف ما كتشوفوا البنات، قلت نحيدها عليا. الله شقيت شي حاجة ديال، المهم شقيت شي حاجة وصلت بناتي للمدرسة. وان شاء الله البنات تصوروا اليوم، ما كنت صحبت كاين واحد السوق عندنا كيجي غير جوج مرات في العام، كيجي كيحط حدا الدار فين ساكنه، وما كنتش عارفه بانه اليوم. ووقتكم نط ما قديش نخرج ليها، وعندي الروينه في الدار، وعندي حكيمه بغيت نعومها، لانني دابا راه كاين صحت شويه كنعوم اهو نهير نهير اهو نهير. لا البنات اللي كيقولوا لي حكيمه كتخليك تشقى، كتخليك ديري مسمن، البنات حاولوا وليداتكم ما تعلموهمش للزان. انا ما كنركبش بناتي، ما كنركبهمش لان انا عندي مشكل ديال الظهر، ما كنركبش نهائيا. ويكونوا بحكا ما زفاش عليهم السنينات، ويكونوا نقايه واكلين هذا الشيء صافي، وخلاوطرهم معايا صافي. هنا كيف ما شفتم بعد ما عومتها بدلت ليها البنات، ودس كيف ما شفتوا غندوز نردعها ونمشط ليها داك الشعير، نحيد ليها حتى شويه القشره البنات، راه باقا فيها القشره ديال الكرش. وغندوز البنات نعسها صافي. هنا راه حطيتها ردعتها وحطيتها نعسات، راني الشغل البنات راني غندور عليها حيت بغيت نحط السراجم باش ما يدوش ليها البرد. صافي كيف ما كتشوفوا الغزالات، وغنبدا معكم روتين اليوم. كيف قلت لكم ما قديتش نخرج لهذا السوق، هذه باغا نخرج ليه لان كيكونوا فيه الصراحه هميزات ومعنات كيشهيو. وان شاء الله غنتقاسم معكم حتى اشنو شريت منها. كيف ما كتشوفوا نيش البنات نخرج، وناوية اليوم باغا نمسح الجاج، باغا البنات لان شفت واحد الشتا، شوفوا شحال مسخ، شوف عفتو مسخ صبات كلشي، الدنيا طلعتها. شوف 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 شوف. المهم هندوز نضرب واحد السياقه هنايا، بعدا هنا راه حيت عندي فين كيمشي الملهي الكانالات. شوف على الجو كي داير، صباح الجو، صباح الجو اصلا اليوم واعر. شوف الدجاج راه وقع ورايا، عرفتو هادو عندهم دايرين هاد الدار ودايرين حداها الجرادي. واو شي حاجه واعره، شي حاجه واعره. شو دايرين الدجاج، دايرين اللي بغى يشري الصراحه يشري في حقه دويره بالترين ديالها. شوفوا الناس، المهم البنات. وكيف قلت لكم الغزالات غندوز، ما جاتنيش نخرج، والروينه دايره بيا، والفطور تابعني. وجا البارحه البنات درت شي فطور، ما نقولش لكم ما درت لها شي حاجه معمره لا تاع. جا قال لي زكريا صافي الفطور بدا كيعطش وبدا كيقرع. ايوا قلنا اليوم خاصني نوجد ليه فطير قبل ما نخرج، يعني تابعني شلا البنات. صافي نقصت شويه كيف ما شفتوا البنات شويه الغبره، حيت هذيك الغبره هذيك الشه صبات بالتراب، هذيك التراب كله غيطير مع كنحل البيوت، غيدخل ليا كله البنات ويدخل ليا البيت، ومع البيت بيض كلشي غيتوسخ ليا. ودست نمسح الدجاج حتى ما جاتنيش يجي العيد والدجاج موسخ، ولا قلت ضروري ما ندوز نخمل. عاده يجي زكريا عاد نخرج انا وياه نمشي ندورو شويه ان شاء الله. وهانتوما معايا غندوز نوجد حتى شي فطير اللي يكون فطير سريع وبالزربه نوجدو، وفي نفس الوقت نقاد لي شي طبيله اللي تكون زوينه حلوه فيها الالوان، حيت غيبقى والرجاله الاول في واحد الحاجه. وحتى بناتي، حتى بناتي كي ويا ماما اليوم بوكو تشيبو بوكو تشيبو، يعني غير لا شاف الطبله ما مقاداش ولا حاجه. عصرت الليمون، درت هنايا الحيمات اللي درتهم في الكوكوطه البنات، اللحم الراس هذا درتهم في الكوكوطه البنات، ودرت عليهم العطيريه، ودرت شحرتهم ودرت عليهم واحد شويه الماء صافي، وخليتهم البنات تقولوا تقريبا مقلي غير شويه. هنا درتهم في الطاجين باش ملي نجي بالزربه نشعل بالزربه يطيب، يعني طيبه غير البصيله صافي. هنا كيف ما كتشوفوا درت البرقوق البنات، درت الزبيب، وعندي هاد 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 لاصوص هذا البنات اللي طاف فيه داك الحيمات، غنديرهم على البصيله بهذه الطريقه هذه. سلقت هنا البنات الخضره، سلقت خيزو، سلقت البطاطا حتى هو حيدتو عليا. المهم بس الحاجه اللي نجي نزربها غير نزرب عليها صافي. غندوز البنات نوجد معكم حتى العصير صافي. هاد الطاجين
صافي هنا البنات عندي غنشارك معكم هذا العصير هذا اللي كيجي زوين مع ديال الصهد صراحه كيجي زوين البنات ومنعش كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الخيار بالقشر ديالو وعندي هنايا البنات واحد جوج تفاحات انا جايه ماما بالسكر على حسب الذوق الحرارة علينا جاك العطيش بقات بقى والو يومين جمع العطش المهم البنات رجعت معكم خرجنا المهم وجدت طير رجعوا نكملوا نمشيو ندورو شويه ناخذ حتى التمر ما عندناش بعدا المهم البنات هاد السوق اللي غندير لكم فيه جوله جوله خفيفه باش الفيديو يجيكم طويل كيف ما كتشوفوا البنات الصراحه فيه كل شيء جايبين فيه التواب جايبين فيه هذا كيجي عندنا حنا هذا السوق هذا كبير يعني من الصباح حتى العشيه كيكون يومين يكون يعني عندنا السبت والحد يومين وكيكون جوج مرات في العام البنات اللي يقولوا لي هذو اللي قرابات انا يدوا يسولوا فيا جوج مرات في العام البنات ولكن راه كيكون فيه العجب المتع ما كتقديش تكمليه ما كيكون كبير اللي بغيتي هكذا فرصات اللي بغيتي البنات زمزم هكا تبكي المهم البنات ما بقيت صورت معكم والو صافي ملي رجعت المهم عاد غندوز نوريكم اشنو شريت ان شاء الله المهم البنات وجدت طويجي راكم شفتو وجدتو معاكم ها انتم البنات ديجا طاب هنا جبنا شويه الزيتون شهيناه شويه الزيتون هذا الخضر وهذا الكحل والشطيده اللي صايبت البنات حطيت معها شويه الفرماج العصير اللي شاركت معكم هذا راه كيجي واعر البنات صافي كيف ما كتشوفوا سلقت البيض مهم هذه الطبله ديال نهار 29 قال لك زكريا سالا عندي هاد التمر هذا البنات ولفناه صراحه وكيف ما كتشوفوا شي الناس حتى التمر والكركاع كان سالا عندي كل شيء صراحه صافي درت هنايا ما عطيتهم موتزاريلا ودرتها بالاوريغ انا باقا غندير عليها شويه المليحه وشويه زيت الزيتون صافي وكانت هذه الطبيب للبنات زكريا هذه يقول لك البارح درت طبله مع قال لك قرعت طبله قرعت صافي هذه المهم هذه الطبله 29 صافي انتم كثيرة كانت بقى عندي غير انه زكريا بناتي صافي قالت لي فريوسو صافي عمرت بيدي وتفات هذه الطبيبه شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد زرات ما كملتش معكم فيديو البارح اختكم مع خرجات و طحت كاو غير البنات فطرت صافي مع العيا غير كليت جمعت روينتي صافي ومشيت البنات تكيت المهم غندوز نشارك معكم دابا اشنو خديت كيف ما كتشوفوا ها انتم البنات المهم انا راه مضروبه على المواعن ويشكون هي ديال الليمون مضروبهش على المواعن ما كايناش هذه اللي مضروبهش على المواعن تشوف المواعن وما تاخذهمش اي وحده شوف مخبيه مخبيه المهم غزالات غنشارك معكم ديت واحد بدلت هذه المره انا عزيز عليا البيض ولكن بدلت هانتوما غزالات ديت ها بيت هادو أنا سيري نجيب سيري نجيب ها البنات زيت واحد ديال الطباطم كتشوفوا هانتوما البنات خديتو هاد المرة في الصفر you
هانتوما هي الغزالات، شوفوا كيف جاو. خليت هادو هانتوما البنات شي حاجة، كيف جاوكم؟ شوف فيهم واحد كبير وفيهم واحد هانتوما. وخديت حاجة أخرى كانت خاصاني شاركها معاكم، هادو اللي دايرين فيهم تخفيف هنا يا مرو البنات، هادو المسخين فيهم الغبرة. شو البنات هادو خديت ربعة، خديت ربعة البنات كديري فيهم المهم شحال من حاجة. علاش لا ديري فيهم البنات؟ ما عندي انا طبيسلات بيضين، ديري فيهم حتى بحكا الشربة، ديري فيهم الحريرة، ديري فيهم كراتا، ديري فيهم المهم عندهم بزاف الاستعمالات كانوا خاصيني، عندي غير بحكا وحدة كبيرة وهادو بحكا ما عنديش البنات. كتشوفو في الفران كيف ما شفتو. بالنسبة لهادو شحال خديتهم؟ 10 اورا. علاش قلت لكم هاد السوق زوين كتصادفي فيه هاد الناس شي حاجه زوينه؟ هادو اونيورو الوحده كيجي هذا كيجي قلت لكم جوج مرات في العام، دائما كنخدم عندو الصح والمتن. طبيسلات اللي كتشوفوا عندي كلهم خيداهم من عنده، عرفتوا صحاحين وزوينين. المهم هنا البنات غنحبس معكم الفيديو، ندوز المقاطره باقي ما قديش والو، باقي الميكات هكاك. وهنا نقول لكم تهلاو في ريوسكم ومساج دائما انني احبكم في الله، وقولوا لي كيف جاكم طبيسلات.